مبادرة اعرفي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن بجدة. قامت بهذه المبادرة كل من الأستاذة فاطمة الغامدي، الأستاذة شريف الزهراني، الأستاذة غادة القبساني، الأستاذة فوزية الغامدي، الأستاذة زهرة البارقي، والأستاذة خديجة بالخضر، والأستاذة خديجة مهدلي. جهود يشكرن عليها، بارك الله جهودهن ونفع بهن. كما تشكر الأستاذة فاطمة الغامدي كل من الأستاذة عبير والأستاذة ريماس، جزاهن الله خير الجزاء. كان لهذه الفعالية أثر كبير على منسوبات المدرسة من طالبات ومعلمات وإداريات. تم في هذه الفعالية التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وزوجاته، وأيضا عدة وصايا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا جميعا. فاللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته، وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. مديرة المدرسة الأستاذة كوثر بدير. بفقد أبي قبل مولده فلم يذق لذة التدليل والنعم، أتت حليمة نحو الأم سائلة أما وراه ولي ضارب الخيم. قالوا حليمة كم طفل بغير أب، وهل أتيت لأجل المال والغنم؟ لكنها رضيات إذ لم تجد بدلا، أتت به قومها تحمله في عشم. فجادت الأرض بالخيرات باسقة في ظل نفح من الهتان والديم. درى الضروع قطيعا كان يحبسه، وأورمت كطيور النعم بالشحم. وشق جبريل منه الصدر في سنة، وغسل القلب بالإيمان من سقم. وماتت الأم في الأبواء راجعة، وصابه الكرب مما ذاق من يتم. وعاش في كفل عم ناصح فطن، منافح حاميا أنعم بذي رحم. أنباب حيرى ذويه حين أبصره، وقال هذا نبي ليس بالحلم. عليه خاف يهودا أن تلاحظه، فإن طبع يهود ناكث الذمم. وقد تسام بفضل من أمانته وصدقه في قريش غير متهم. قالت خديجة لما جاء يخطبها مرحا بفيض من الأخلاق والشيم. وكان شأن خديج بين إخوتها قد فضلت بكمال الدين والحكم. جاء الأمين إليه في مغارته برجفة تشخص الأبصار لم يهم. وضمه ضمة خارت عزائمه، هلم واقبل علينا أيها العلم. اقرأ علينا من الآيات تذكرة، فقال ماني بأهل الخط والقلم. فقال اقرأ برب الكون معتصما قرآن يتلى إلى الأعراب والعجم. صل وسلم وبارك طيبا ودقا على نبي النقي. كان في عطفه اليتامى دفاع. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه. ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه.